هروح بسرعة لمحمد، عايز أسألك أولا المجموعة بتتجمع إزاي يا محمد؟ هو احنا بنبدأ السنة تقريبا من شهر 7 أو 8، في آخر 8 بعد الكومبيتيشن على طول. بيبقى في هاي بورد أو تيم مكون من 4 أو 5، بنبدأ نعمل انترفيو للبورد اللي معانا، اللي هي الفرق الموجودة، سواء كانت ار ان دي، ميديا، برزنتيشن. يعني انت كرئيس إناكتس جامعة عين شمس مثلا، انت بتستقبل كأنك بتستقبل سي فيز، بتستقبل ناس عايزين ينضموا للمجموعة، ناس من الكلية، من الجامعات عندنا، كلية تجارة، هندسة، كل الجامعات. بيبدأوا يقدموا سي فيز او ابلكيشنز وكده، بنعمل لهم انترفيو، وبيبقى معانا البورد، بيبقى تقريبا من 20 او 25 شخص. بعد كده بنبدا انترفيوز الممبرز معاكم. البورد اللي هو البورد بتاع بورد ستودنتس برضه، لسه طلاب في الكليه عندنا. بنبدا نعمل انترفيوز للممبرز، بيجي لنا برضه سي فيز ليهم، وبيبقى تقريبا عددهم من 350 ل 400 شخص. ايه العدد بالظبط؟ بنعمل لهم انترفيو، بنبدا السنه وكل واحد بيخش التيم اللي هو فيه، سواء ار ان دي، ميديا، برزنتيشن، فاند ريزنج، ونبدا نشتغل على مدار السنه يعني. ومن اول السنه واحنا عارفين ان احنا هنشتغل على المشروع ده، بنختار المشروع ونشتغل المشروع عليه، ونبدا نشتغل عليه طول السنه. عشان كده الاعداد اللي كانت في حفل الفاينل كانت رهيبه يعني. كل التيم ده رقم، مش كده؟